مهندس، احنا بالتركيز على الجانب الغيبي لأهل البيت عليهم السلام ضيعنا الثمرة، ضيعنا ثمرة أن يكونوا القدوة في حياتنا. ولذلك تسامعين بهذه القصة الصاعقة اللي المذيع يتجول في شوارع قهران في يوم ميلاد الزهراء عليه السلام ويسأل النساء، كان هو يوم المرأة المسلمة، منو قدوتكم؟ من القدوة مالتك؟ وإذا فد واحدة من النساء تقول لهم أوشين. أوشين هاي بطلة مسلسل ياباني يعرض كان في إيران، عن امرأة مجاهدة عانت في رعاية الأطفال، وش دخلت؟ فصعق المذيع، قالها شلون والزهراء؟ قالت الزهراء الملائكة كانت تهز لها البيت، وجبرائيل كان يدير لها الراحة، وميكائيل كان يكنس لها البيت. وين فاطمة؟ نعم، فاطمة الزهراء إذا المهدي هز إسرافيل والراحة يدز يفر ميكائيل، ما تصير قدوة لي، ما يحرك، فاهم شلون؟ يحركني الزهراء يوم اللي تطلب خادما للبيت من كثر العمل في البيت، فيعلمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعلمها التسبيح. هذه واحدة من الأمور اللي خلت هؤلاء الأبطال ما يصلون إلى حياتنا.